وسهلا على كل حبايبي اللي في قناة عالم منوعات، منوريني دايما، وبشكركم طبعا كتير على تعليقاتكم الحلوة الجميلة، وان شاء الله بنحاول نقدم لكم كل جديد ومتميز على قناة عالم منوعات. تعالوا بقى نشوف الخبر ده معانا. زينة تتنمر على عمرو سعد بسبب ملابسه والاخير يرد. تعالوا نشوف ايه تفاصيل الخبر ده بالظبط. شارك الفنان عمرو سعد جمهوره بجلسة تصوير جديدة خضع لها وظهر فيها بشكل واطلالة مختلفة، وعلقت زينة على الصورة وقالت: ايه ده كحيت افندي، الشياكة عايزة مننا ايه؟ ليرد عليها عمرو سعد ويقول: يعني المحلات دي ما تاكلش عيش يعني. كما تلقى عمرو سعد تعليقا اخر من الجمهور يشبهه بمطرب المهرجانات حمو بيكا، حيث قالوا له يعني الجمهور: ايه ده، هو انت قلبت حمو بيكا في نفسك كده ليه؟ ليرد عمرو سعد عليهم: هو حمو بيكا وحش؟ يشار الى ان فيلم حملة فرعون هو اخر اعمال عمرو سعد الفنية، وشاركه البطولة كلها من روبي ومحمود عبد الغني وحمدي المرغني ومحمد لطفي ورامز امير، وبمشاركة الملاكم العالمي مايك تايسون، وهو من اخراج رؤوف عبد العزيز ومن انتاج محمد السكي. طبعا زي ما احنا شفنا كده حبايبي، زينة بصراحة يعني عملت كده تنمر على عمرو سعد، وقالت له يعني ايه اللي انت لابسه دوت. بصراحة هو كان لابس فعلا حاجة يعني ألوان غريبة جدا مش متناسقة مع بعضها. وأنا إن شاء الله هحطلكوا الصورة بتاعته في أول الفيديو، والناس قارنوه يعني بحمو بيكا وقالوا له فعلا إيه اللي أنت لابسه دوت وأنت بتقلد حمو بيكا يعني كده. هو كان لابس فعلا جاكيت أصفر كده على بنطلون ملون داخل فيه ألوان كتير، فعلا صورة غريبة جدا. طبعا الخبر يا حبايبي لفت انتباهي، فقلت أنزلهولكوا على قناة عالم منوعات. أشوفكم يا رب على ألف صحة وخير وسعادة، ويوم جديد سعيد على الجميع إن شاء الله بإذن الله. وأشكركم طبعا تاني على تعليقاتكم الحلوة الجميلة ولايكاتكم الأجمل، وإن شاء الله تابعونا هتلاقوا عندنا كل جديد على قناة عالم منوعات. أشوفكم على خير يا رب، مع السلامة.